اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا مطبخ مميز وله طعم تاني. الأرنبيط دايما احنا محددين إقامته في ان احنا نعمله مقلي. الأرنبيط ممكن ناكله مقلوبة من المطبخ العربي، ممكن نعمله اللي هو بيسموه الزهرة، يعني مسميات تانية له. ممكن نعمله سلطة مع الطحينة، ممكن نعمله يخنة بالطماطم أو باللحمة أو بالفراخ، ممكن نعمله طاجن الأرنبيط بالطماطم على طريقة الشيف المغازي، ممكن يتعمل برجر، ممكن يتعمل سلطات وهكذا. ولكن اللي اكتشفته في الأرنبيط إن هو بيتحدى السيفود وخاصة الجمبري في إصداره للفسفور. دي معلومة قنبلة بالنسبة للأرنبيط. يعني لما ناكل أرنبيط يعني عندنا فسفور، يعني عندنا كالسيوم، يعني عندنا معادن، بيعزز مناعة الجسم ومضادات أكسدة قوية جدا. واللي عايز ينام نوم عميق ياكل أرنبيط على فكرة، لأنه غني جدا بمادة الكولين. مادة الكولين دي اللي بتساعد على الجسم على الاسترخاء. الأرنبيط كمان بيقينا من الأمراض السرطانية والعياذ بالله. فالأرنبيط مفيد جدا، واحنا شغالين مع بعض هنتكلم عن وظائف الأرنبيط وفايدته. مالوش أي أضرار نهائي غير إن هو مشكلته مع الغازات، ودي احنا بنعالجها مع شيف شاطر مع وجود الكمون في حالة لما نعمله يخنة أو مقلي. هنقدم سلطة خضراء النهاردة لطيفة، سلطة بلدي من الخضروات الجميلة من خير أرضنا، بتحتوي على خس وطماطم وخيار، ولكن الطعم بين أصابع إيدك العشرة. إزاي تعملي طبق سلطة محدش يقدر يعمله غيرك. معانا الحلو النهاردة، العالم كله بيعرف إن أم علي حلو مصري له طقوسه وله أصلته، ولكن الطريقة نفسها بتبقى مختلفة. البعض بيعملها بعجينة جلاش، البعض بيعملها بعجينة الملفي، بالبعض بيعملها بعجينة الكرواسون. تعالوا نشوف الشيف المغازي هيعملها النهاردة ازاي، أم علي بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة. مطبخنا النهاردة تقدر نقول مطبخ صحي، ولكن البساطة والسهولة مع التغيير، وكمان في نفس الوقت ازاي تعملي أكلات بطعم جديد وبشكل جديد. الكلام ده نشوفه بعد الفاصل. اقعد راحة وبعيد، تابعوا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنشوف الأرنبيط ازاي ناكله من ايد الشيف المغازي، بما ان احنا اكتشفنا وعرفنا اللي احنا ممكن عارفينه بس في معلومات جديدة انا شخصيا عرفتها بعد البحث، وان انا اقدر اتعمق جوه الطبق اللي بعمله او الاكلة اللي بعملها، لان يهمني اعرف القيمة الغذائية بتاعتها. الأرنبيط مفيد جدا، له فوائد كتيرة قوي، بيعزز القيمة الغذائية للإنسان، بيلعب دور كبير في تقوية العظام، في كمان المناعة، مضادات أكسدة. فتعالوا شوفوا نعمله النهاردة يخني أو طاجن بالطماطم. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وأنا هجود فيه شوية وأعمله بطريقة لطيفة. الأرنبيط ده عدله العيش البلدي الحلو ده من أي طابونة أو تخبزيه في البيت، مفيش أي مشكلة. تعالوا نشوفوا إزاي هنعمل مع بعض طاجن الأرنبيط بالطماطم. مقاديره على الشاشة، لا تتعدى أصابع اليد العشرة. أرنبيط، طماطم، بصل، شوية حب، قرن فلفل بلدي أو قرن فلفل أخضر رومي حسب الرغبة، سبايسي زي ما أنت عايزة، ولكن البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كركم. الكمون هنحطه بعدين خالص علشان نتلاشى الضرر الوحيد للأرنبيط اللي هي الغازات. الأرنبيط مفيش مشكلة خالص منه غير إن هو فيه شوية غازات. هنبدأ نحط شوية زيت زيتون، وخلي بالك تحط في الاعتبار وانت بتستخدمي الأرنبيط بتاعك الحلو الجميل ده كده. هعمل أنا خلطة دلوقتي هتعجبك أوي، حلوة. معلقة سمنة صغيرة كده عشان عايز أعمل صلصة حلوة. الصلصة دي اللي هيعوم فيها الأرنبيط بطريقة الخاصة بقى. عندي هنا فلفل أخضر، وعندي فلفل أحمر حلو أوي، وعندي بصلية حلوة مع شوية طماطم طازة كده زي الفل. مهم جدا الصلصة اللي عاملها دي للأرنبيط، خلي بالك مختلفة شوية، بس أنا عايزك تعمليها هتعجبك على فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصل ده كده يتقطع بشكل عادي خالص كده، احنا مش محتاجين ان احنا نقطعه مكعبات لانه ده هيتفرم ناعم دلوقتي مع الصلصة. الطريقة بتاعت المغازي بقى، ادي البصلية الناعمة الحلوة. يعني هنخرج من جو التخديعة اللي احنا عارفين اللي هي بصلة وتوبة والجو ده خالص اهو. الفلفل ده يتحط برضو كده.
بعد الخضار ده بيستوي كله على بعضه هينضرب في قلب الكبة. فلفل أخضر، فلفل أحمر، طريقة جديدة، ولكن الطبق طبق مصري من المطبخ المصري اللي هو طاجن الأرنبيط بالطماطم. ادي الفلفل الرومي، كل ده مع بعضه. مهم جدا تكون نارك شديدة عشان الخضار كمان ما ينزلش ميته في قلب الطاسة، ده مهم جدا على فكرة. وتروق على مطبخك كده أول بأول، شوية الزعتر الحلوين، كأنك بتعمل صلصة للبيتزا. شوية الفلفل. معانا هنا حلة بتغلي على النار، بنحط فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، عايز شوية شوربانة حلوين. الخضار بدأ يتحمر اهو، الخضار ده بعد ما يتحمر كويس مع طماطم وثوم دلوقتي هينضرب في الكبة ويبقى بوريه، خضار بوريه، في طماطم وفي بصل وفي فلفل بالشكل ده كده. فص الثوم بتاعنا المحترم، الله هو ده، حلو. شوية الكزبرة الحلوين، الطماطم بتاعتنا نقطعها بالشكل ده كده. عايزك تخش المطبخ وانت قلبك جامد، عارفة انت بتعملي ايه، بتعملي أرنبيط، بتعملي صينية بطاطس، بتعملي كشك، الأكلات المصرية الجميلة دي كل محافظات مصر انت ممكن تعمليها بطرق مختلفة، ولكن هي الأكلة أكلة مصرية. ايه المشكلة؟ مش كل يوم هناكل صينيه بطاطس بالفراخ بالطريقه المعتاده، مره تحمري البطاطس وتحطيها مع الفراخ، مره تحطي البطاطس نيه مع الفراخ نيه، مره تحمري الفراخ قبل ما تحطها مع البطاطس او تشوحيها على النار، الحاجات دي مطلوبه خلي بالك اهو، او تسحبي الفرخه. هناخد الطماطم دي ننزل بيها كده على وش الخضار بتاعنا، هو ده. كل ده مع بعض يا شيف، كل ده مع بعض، الله. ننزل بشوية صلصة طماطم كمان، اللهم صل على النبي، حلوة. كل ده مع بعض على نار شديدة وما زال التقليب مستمر. الله الله على الطعم. تحمير الخضار مع بعضه مع تومة مع بصلاية مع فلفل ألوان، والفلفل الألوان اختياري، ممكن تختفي بس تكتفي بالفلفل الاخضر الرومي بتاعنا. هنا تقدري تتحكمي، عايزه الطاجن ده سبايسي بتحط قرنين فلفل حار، انا ضد الشطه، مش بحب الشطه اللي هي البودر، لها مشاكل صحيه مع تعدد استخدامها، خليكي في الفلفل الحار البلدي بتاعنا او الفلفل الاخضر اللي احنا عارفينه. حلو الكلام، زي الفل كده، تسيبهم يغلوا على النار على ما نشوف ايه قصه الارنبيط ده كده علشان نتلاشى مشاكله. معانا الزهره اللي هي الارنبيط، كلنا عارفينها، بيسمى في الخليج او في الدول العربيه زهره، احنا نسميه هنا ارنبيط، والبعض يقول لك ارنبيط، يعني المسمى العلمي بتاعه كمان ارنبيط، يعني من غير الره، خلي بالك لما نخش ونبحث عن كلمه ارنبيط، ارنبيط وارنبيط. حلو الكلام، هناخده مع بعض هنا زي الفل كده، وازاي يتغسل كويس، لان الارنبيط والكرنب والبروكلي والبطاطا والبطاطس بتتعرض للاتربه وعرضه للعوامل الجويه، فازاي اتخلص من الرمله او الطينه او التراب نتيجه العوامل الجويه، ده مهم جدا على فكره. بنجيب ميه ساقعه من الحنفيه عاديه خالص، مش ميه سخنه، ميه ساقعه، خلي بالك. ونحط على الميه دي يا عم الشيف، شفتوا بقى الشقاوه، شويه كمون، الله. شويه كمون وعصره ليمون وشويه ملح، حلو الكلام ده الجديد. ونمسك الارنبيط ده نقعه في الايه، في الخليط ده تاني، ميه بملح بليمون بكمون. بص على الحلاوه في الفرن مخرجنا الجميل، ايه الحلاوه وايه الجمال ده. الارنبيط احنا مش هنحمره في الزيت، الارنبيط مش هنحمره في الزيت، حلو. الارنبيط في الفرن، ايه الجمال والحلاوه دي، اهو ده بيتشوي في الفرن. شويته ازاي يا شيف؟ طبعا عشان نكسب وقتنا، وقتنا من ذهب لبرنامجنا الشهير اكله امي،
كل دقيقة وكل ثانية بنستغلها في معلومة غير معلومة، بنقدم فكرة جديدة، تفاصيل صغيرة. أهو الأرنبيط بتتقطع كده زهرة، أهو سبحان الخالق، أهو أرنبيط يعني فسفور، أرنبيط يعني كبريت، مصدر غني جدا للكبريت، أرنبيط يعني كولين أو الكولين اللي هو بيهدي الأعصاب نوما هادئا، يعزز المناعة الذاكرة. أهو 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 حلو أوي. أتربة رمال إنك تنقعيه في المية اللي بالليمون واللي بالكمون، أهو الشكل ده كده، بسكينة صغيرة علشان تستفيدي بكل حاجة فيها. أهي زهرة زهرة، تقدري تعمليه مقلوبة مشهورة جدا في المطبخ العربي، تقدري تعمليه كمان مقلي بالبيض او بالبانيه، يعني ارنبيط بانيه عادي بالبيض والبقسماط، او تقدري تعمليه بخلطه كده معروفه عباره عن نشا ودقيق وشويه بيض وكزبره خضراء، نقدر نعمله جراتان بالبشاميل ويتعمل برجر يبقى لطيف. هناخد النعناع الاخضر الحلو ده كده، كل دي افكار علشان تتخلصي من المشكله الوحيده للارنبيط. ايه هي يا عم الشيف؟ الغازات. يعني بسال مخرجنا قبل ما نطلع الهوا، بقول له بتحب الارنبيط؟ لا 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 ما بحبوش، لما كنوا عاملين ارنبيط في البيت بتغدى بره. طب ده كلام، بس بعد ما عرفت فوائده النهارده انا مش هفوت اكله الارنبيط دي ابدا. خلي بالك، اهو نعناع في المحلول بتاعه، ليه ميه ليمون ملح كمون نعناع، يتاكل ني. على فكره ده ممكن بعد ما تطلعه من الخلطه دي او من المحلول بتاعه ده كده يتعمل سلطه. الارنبيط يا اخوانا لما يكون طازه وزي الفل ممكن يتاكل ني. اهو اهو كده اتخلصنا من الغازات بتاعته، لان عرفنا قيمته الغذائيه عاليه جدا. هنعمله دلوقتي بالصلصه بتاعه الشيف او بالطماطم اللي هي محطوطه على النار دلوقتي، شايفينها بتتسبك على النار اهيت. بعد التسبيكه دي هتنضرب في الكبه، تبص عليها تاني اهو، شوف الحلاوه اهو. كل الخليط ده بصل وطماطم وفلفل وزعتر وتوم، اهو كل ده مع بعض يا عم الشيف. هنحط لها شويه ميه، مش ميه من الحنفيه، بوكيه جرنيه عندي هنا اهو، بناخده كده نحطه هنا ونسيب ده كله يغلي مع بعضه. خلي بالك اوعى تحطهم في الكبه وهما سخنين، هتدعي عليا. هتلاقي بقى الايه السكينه بتاعت الكبه اتكسرت واحنا وقعنا في مشكله. حاجه زي دي عايزه تضربيها في الكبه وفي الخلاط، بتسيبيها طبعا بالتاكيد تبرد خالص، وبعدين تتضرب في قلب الكبه والخلاط وتستخدميها زي ما انت عايزه. اخبار الارنبيط ايه؟ عجبك شكله؟ ها جميل. بص على الحلاوه، بص على الجمال. الصوره الحلوه تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. من غير تحمير مفيش حاجه عليه يا فندم، ده التحمير بتاعه، التحمير يا فندم. انت مش بتحبه فاكيد هتتهمه دايما، محمر ليه؟ هو احمر ليه؟ حطيناه في موضع الاستفسار على طول، انما لو احنا حابينه هنعرف ده احمراره. طيب هنبدا طبعا نروق الكاونتر بتاعنا ده كده، ونسيب الارنبيط ده كده جاهز. احنا خلاص خدنا ده من البوله بتاعتنا بعد ما نعناه كده، حطيناه في الصينيه وشويناه في الفرن. انا بختصر الوقت على فكره، اهو بالشكل ده كده، واشيل دي اكيد عليها طبعا الارنبيط، بشيلها من هنا واروق الكاونتر بتاعي. تعالوا مع بعض، عندنا طبق مهم جدا النهارده، ام علي. كل بيت مصري وكل بيت عربي بيعملها بطرق مختلفه حنيه، ولكن مع الشيف المغازي بالتاكيد هيكون لها طعم تاني وشكل تاني. زي دايما ما بقول، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هستاذن حضراتكم بطلع فاصل صغير ونرجع مع طاجن الارنبيط بالطماطم، ولكن بمدرسه المغازي. كمان ام علي النهارده بتتكلم مصري، ما تنسوش طبق سلطه خضراء بلدي بايادي مصريه من ارض مصريه او اطراف بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وشغالين في التفاصيل الصغيرة، عشان بنعمل صلصة الأرنبيط أو خلطة الأرنبيط على طريقة الشيف المغازي. احنا طبعا كان معانا من شوية خلطة كده سبناها لما تبرد،
مستعجلة عليها بتحط لها شوية مية ساعة مفيش مشكلة من الحنفية عشان تبرد معاك بسرعة. أنا نص الكمية ضربتها بالكبة بتغلي قدامنا اهيت في قلب الحلة، النص التاني مع حضراتكم اهوت زي الفل كده اهو. طريقة جديدة جربيها، واحنا مع بعض هنروح من بعض فين على السوشيال ميديا وقولي رأيك. خرجنا من جو البصلة والتومة وتسبيكة الطماطم اوكي، ولكن في المقادير هي نفس المقادير، بصل طماطم كل دول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زي الفل. شيل دي كده على جنب وناخد الخليط اللي احنا خفقناه ده كده اهو. الله عليك يا مش كل حاجه هنا بقى، التفاصيل الصغيره اللي انا بقول عليها هنا، فلفل وبصل وتوب كزبره خضراء. بنروق الدنيا كده، عندنا الارنبيط بتاعنا هنطلعه من الفرن دلوقتي، نبص عليه كده. ده قبل، واللي انا هطلعه من الفرن دلوقتي بعد. عينيا اوريك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك. اخبار الارنبيط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد بقى هنا مشكلتها مع الارنبيط يا شيف مغازي الله يبارك لك، الزيت بيشرب الزيت كتير قوي. يعني عشان احمر لي ارنبيطايه عايز لي كيلو زيت الارنبيطايه علشان احمر، عشان احمر ارنبيطايه واحده ممكن اخسر كيلو زيت. علشان اكل الارنبيط ده هيبقى بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيش منه اضرار نهائي خالص، بالعكس كمان مريض السكر مريض الضغط كل ده ياكل من الارنبيط ده وهو قلبه جامد، وعلى مسؤوليتي بعد الابحاث العلميه اللي اثبتت ذلك. حلو، والعلم لما يتكلم سمع هس. الارنبيط معانا زي الفل، الصلصه بتغلي على النار، هنظبط الطعم بشويه فلفل، الله، شويه كركم. خلي هناك نكمل بقى القيمه الغذائيه بما ان الكركم كمان مفيد للجهاز الهضمي وخاصه الكبد. حلو قوي، هنقلب كل ده مع بعضه. ده موسوعه اهي، كل القيمه الغذائيه اللي انت عايزاها موجوده هنا. هتقولي الاكله دي ما فيهاش بروتين حيواني؟ فيها، نرجع ولا نسينا السمنه البلدي اللي حمرتي فيها الخضار من البدايه خالص. خلي بالك ده السمنه البلدي يعني بروتين ايه؟ حيواني. اصبحت الاكله دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، صحيه 100%، احنا كلنا بنحبها، وكده رحمنا من الارنبيط او رحمنا الارنبيط ان احنا نعمله ايه؟ مقلي. سبكناه على النار. اقول لك معلمه كمان في سرك، قولي للجيران وحبايبك تقدري تستخدمي الصلصه دي في حشوه البيتزا، التوبنج بتاع بيتزا مثلا، عايز تعملي بيتزا شيلي شويه على جنب كده في الثلاجه وتقدري تستخدميها. عايز تعملي طبق مكرونه حلو ولطيف، اسلقي نص كيلو مكرونه من المكرونه البنه والاسباجيتي وحط عليها الصلصه دي. عايزه تزودي شويه وتجودي تبقى احسن مني، هاتي كريمه لبان وحطيها. حلو الكلام، الحاجات دي كلها افكار واحنا شغالين مع بعض. هو اصل المطبخ ايه؟ فكر، رؤيه، فن، ابداع. تعالى يا شيف طبق الاكله دي. حلوه، هناخد مغرفه صلصه لطيفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ التفاصيل كلها قدامك. مخرجنا الجميل الارنبيط بعد ما قطعناه وحطيناه في محلول حمضي من الكمون والليمون والملح والنعناع، عملنا ايه؟ خدناه صفيناه من الميه، وبعد كده حطيناه في قلب الصينيه الجميله الحلوه دي كده مع رشه زيت زيتون، ويا عم الشيف وسبناه في الفرن يتشوي. حلو، انا بحط شويه شوربه كده من البوكيه جارنيه بتاعي. نعم يا غالي، وارد عايز تستخدم شوربه لحمه او شوربه فراخ مكان الشوربه دي مفيش مشكله، بس انا هقول لك على حاجه، يعني اذا الارنبيط مفيد جدا واحنا شفنا فوائده اللطيفه الجميله ديت، ليه بقى نعكر مزاجه؟ ما نسيبه كده بحلاوته وجماله ونستفيد بيه. إذا هو بيقينا من الأمراض السرطانية، مهدي للأعصاب،
غانم الالياف. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده مبقاش ارنبيط، ده انت كده يعني دلعت واخد دلع. الزهره. الله، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. من غير تحمير في الزيت وحياتك. هناخد الارنبيط ده كده زي ما هو. خلاص كده خدنا الكميه اللي احنا عايزينها. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ده انا هعمل لك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك قوي قوي قوي. معانا نعناع اخضر. اخوانا النعناع مفيد جدا، رقم واحد بيهدي الاعصاب، بيعطر المعدة، الجهاز الهضمي بالذات، خاصة لو في تراكمات هضمية. روزماري، زعتر، نعناع، بردقوش. طبعا بس بدلع. شفت الجو ده كده؟ زي الفل. وناخد من الصلصة اللطيفة دي اللي احنا تعبنا عليها. شايفين الجمال ده كده؟ الله، ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ شفت الارنبيط اتعمل بالشكل ده قبل كده؟ قول لي. نقول حقوق الطبع لدينا وبس. كل يوم معانا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اقول لك على حاجه في سرك بقى، عايزه تجودي، عايزه تعملي وايت صوص، حطيه على الوش، بشاميل خفيف يعني، معلقتين دقيق، معلقتين زبده، شويه حليب، معلقه كريمه لبانه، وشويه جبنه. جودنا. دي افكار بسيطه زي الفل. عايزه تعملي كده، اهلا وسهلا. ده الارنبيط، والله يا شيف اول مره اشوفه كده بالشكل ده. لسه بخلصتش، اصبر، ده انا هدلعه اخر دلع. فلفل ده كده عشان جوزك بيحب الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. تتحط كده، الموضوع اختلف، شكله اجمل. بص هقول لك على حاجه، هي التكلفه واحده بس الطريقه نفسها هي اللي بتختلف. كل ما تهتم بالطبق اللي بتعمليه او بالاكله اللي بتعمليها يا ست الكل، كل ما بيبقى فيه اهتمام، كل ده ما بيبان في ثقافتك للمطبخ، انك انت بتعملي حاجه بشكل تاني وبثقافه تانيه وبحب. الله، لا ده احنا كده رسمنا لوحه فنيه. هناخد الصينية دي زي ما هي كده يا عم الشيف. على فين بقى؟ على فين؟ على الفرن. الطماطمية دي كده معانا، هندخلها الفرن دلوقتي تاخد وش كده بما ان هو طاجن. يلا بينا، يلا بينا. هو ده. لسه ما خلصتش، شوية زعتر. الله عليك يا شيف، لما تعمل الحاجة بمزاج. هو ده زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180، باخدها في الفرن كده، رش فلفل حلو عشان اكل الخضرة دي ما تبقاش دلعة، وادخلها الفرن يا عم الشيف. اللهم صل. قبل ما ندخل ام علي بقى تاخد وش كده، قبل ايه ما ندخل ام علي عليها. كمان تنظيم حاجتك في الفرن مهم جدا، ما ينفعش احط حلو والارنبيط ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت عملت ده النهارده يا شيف؟ مش مصدق عينيا وحياه ايديا. يلا حلو، تعالوا مع بعض نعمل ام علي. مقاديرها على الشاشه، شفناها ولا نكمل؟ المقادير اهو، عجينه الملفي او عجينه الجلاش او عجينه الكرواسون دي موجوده، بتجيبيها تخبزيها زي الفل من غير اي ماده دهنيه، بتحطها في الفرن بتطلع معاكي بالشكل ده كده. ما عندكيش لا ده ولا ده، جيبي التوست او الكرواسون الساده، اوعي تجيب اللي بالجبنه او بالزعتر، خلي بالك تتاكد ان هو ساده ده. كرواسون. عجينه الملفي اهي، زي الفل، معاها شويه المكسرات، فول سوداني، معاها جوز الهند، ممكن فستق زي ما انت عايزه. طبيعي لما نشتغل في حلو شغالين في توم وبصل، بنغير كده الجلافزات بتاعتنا والسكينه بتاعتنا والحاجات دي كلها عشان نعمل حلو ايه خالي من اي بصل ولا توم. بتجيب الكسروله التقديم دايما ام علي لما تيجي تعمليها، بتحطها في الطاجن او في البايركس اللي هتقدميه، او في طواجن صغيره كده بتتباع
عند اخواننا اللي بيبيعوا الادوات المنزليه بتجيبيها، انا بفضلها بكده بصراحه يعني، ونعمل لكل واحد الطاجن بتاعه الصغير بنفس المواصفات اللي انا هعملها دلوقتي. اه طاجن زي ده كده فخار حلو. ام علي دايما تحب الفخار، تاخد الطابع المصري اللطيف. هناخد العجينه دي كده اهي، شفت الصوت ده كده؟ الله. شيف مغازي، نعم يا ست الكل. ام علي باكلها ببعض المطاعم في المناسبات وفي الافراح، ربنا يكتر مناسباتنا يا رب، قولوا امين. بتبقى طعمها كده مستطعمه المكسرات، والعجينه ما بتبقاش معجنه، لانها يا ست الكل بتتعمل بنسبه وتناسب. يعني ايه؟ العجينه معانا هشه اهي اهي، ما تاخدش حليب كتير بقى، زي الفته كده بالظبط، لما تحط لها شوربه كتير العيش يعجن، تيجي تاكليه مع الرز ما تستطعميش العيش. فهنا لازم نظبط كميه الحليب اللي هتنزل على العجينه بتاعتنا دي كده عشان نستطعم عجينه الجلاش. الشكل ده كده الله الله. انا بقى ضد ان المكسرات تتحط على العجينه. امال هتعمل ايه يا مغازي؟ عندنا الحليب بيغلي على النار اهو زي الفل. ناخد المكسرات الحلوه دي كده، اذا كان فول سوداني، جوز الهند، زبيب، شويه فستق، شويه لوز يا مزاجه اللوز، شويه عين جم اللي عندك. اه اه ما فيش مكسرات خالص تبقى انت احسن مني، هتبقى صحيه. بس المكسرات غنيه باوميجا 3، بتعلي الذاكره، بتقينا من الزهايمر، يعني مش هننسى الحبيب. حلو الكلام؟ اه. شويه الفول السوداني ده مهم جدا، ونقلبهم مع الحليب بتاعنا والسكر، ولكن ما تنسيش شويه الفانيليا اللي بياخدونا في حته تانية. اه سكر فانيليا، ونقلبهم مع بعض. اه ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه حليب بقى كامل الدسم، قليل الدسم، زي ما انت عايز. الله ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بس الشيف المغازي له تركايه كده حلوه ما بيحرمناش منها. ما احنا ماما بتعملها كده، وحماتي بتعملها كده، ومراتي حبيبتي بتعملها. ايه المشكله؟ ايه الجديد؟ خد الجديد من الشيف، هو ده سنه بابريكا. الله عليك بجد والله يا شيف. على الحليب اه جرب. شفت ده الجديد؟ اه هزودها كمان عشان خاطر حبايب. اه سنه بابريكا، بابريكا. هي دي، ده الجديد. شفت ده؟ هتخلي لك الحليب ده ايه له طعم كده، تاكل معلقه والتانيه وتقول هل من مزيد؟ ناخده زي ما هو كده. خلي بالك ام علي دايما بتتجهز الحاجات بتاعتها والكوشه بتاعتها دي، الكوشه يعني، والحاجات دي كلها، ويفضل انك انت تحط تصب عليها كل ده قبل التقديم مباشره. يعني قعدنا على السفره اكلنا شبعنا، بنقوم نعملها زي كاننا بنعمل كوبايه شاي. اهو شفت المكسرات هنا دايبه عشان كبار السن لما ياكلوا منها. اهو يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كبار السن لما ياكلوا المكسرات دي هيدعوا لي. عارفين ليه؟ الفول السوداني بقى ني، يعني بقى ايه؟ طري. خلي بالك قصدي يعني بقى طري، ما بقاش قاسي على السدان. الزبيب نفس الطريقه. جوز الهند نفس الطريقه. بلاش قشطه بقى، انا ضد القشطه، الحليب فيه دسامه، ليه قشطه؟ ممكن نحط مثلا للامانه يعني عشان اكل منها بعد ما اخلص مكعبين زبده ومعلقه سمنه، اختياري يعني، وده اختياري برضو. بس انا بحب دايما ايه مكعبين زبده كده حلوين. اهو زي الفل. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا طبعا مش هدخلها الفرن دلوقتي لان في قرنبيط، ما ينفعش القرنبيط مع ام علي جوه هيتخانقوا. كل واحد هيقول لك بقى انا وبس في الفرن. انا كبير القعده، بس ام علي طبعا دي لا يعلى عليها. ما تبص على الارنبيط قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، صلي على الحبيب. ايه الجمال ده؟ في تفاصيل كتيره قوي في الطاجن ده، في طاجن هنا وطاجن. ايه الحكايه بالظبط النهارده؟ المطبخ النهارده مصري، ولكن بتفاصيل صغيره، طعم كبير وطعم جديد. اوعى تروحوا، نطلع فاصل، يلا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع للتفاصيل الصغيره بطعم كبير وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد تابعونا. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة بمعنى كبير وطعم جديد. أم علي ما زالت لسه قدامنا، هندخلها الفرن تاخد وش، بس خلونا نطلع إيه الجمال والحلاوة دي. القرنبيط بالفرن هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل أهو. إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده يا عم الشيخ؟ أوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي لازم تتشال بعناية. إيه ده؟ هو ده. لا ما أقولكش، ما أقولكش. لما المغازي يقول تفاصيل كتيرة وتفاصيل بسيطة معنى كبير وطعم جديد، القرنبيط يقول الحقيقة بالظبط كده. أهو نظبط الفرن بتاعنا ده كده عشان نحط أم علي. أم علي، بسم الله الرحمن الرحيم. آه، زي الفل. إيه الصورة دي؟ إيه الجمال ده؟ هو ده. آه، طيب، عدل الأكل دي يا عم الشيف مش رز أبيض للأمانة، يعني عيش بلدي، والبلدي يوكل، أو العيش اللي هو بيبقى بالردة اللي إحنا عارفينه. ما تجيبيش العيش الأفرنجي أو العيش الفينو، لازم عيش بلدي. ولكن برضو العيش لازم يتقطع بشكل لطيف. ولكن خلونا وقف وقفة هنا مهمة جدا. زمان، وياريت ترجع أيام زمان، كانت الحاجة والدتي رحمة الله عليها وأمهاتنا يعني يخبزوا مرة في الأسبوع. آه، الخبيز كان مرة في الأسبوع. يعني مرة في الأسبوع يعني نخبز والعيش يتحط ونسخن منه، ويبقى طري ازاي، ميبقاش طري ازاي، في تفاصيل كتيره. احنا بنلاقي مشكله كبيره دلوقتي، بنلاقي في بعض المطاعم واحنا اولادنا على السفره ناكل لقمه من الرغيف ونسيب بقيه الرغيف. يا اخوانا ده غلط، ده هنتحاسب عليه. لو ما اتحاسبناش عليه في الدنيا هنتحاسب عليه في الاخره. ده تبذير. رغيف عيش ممكن يكون رخيص سعره، غالي سعره، ما بتكلمش على سعر، بتكلم على الثقافه. كلنا من الرغيف ناخد منه حته، وليكن انا اكلت من ده كده حته وشبعت. لازم تاكل يا حاج احمد، ينفع يا حاج احمد عندنا تيجي وما تاكلش؟ لو ما اكلتش مش هيحصل. فبنقطع لقمه من الرغيف وناكل ونسيب بقيه الرغيف، ده يترمي؟ حرام. طب نتعامل ازاي معاه؟ ده اللي انا عايز اوصله النهارده. هناخد الرغيف ده كده للامانه يعني، ونيجي بالسكينه بالشياكه كده قطعين الحته دي اهو، بس خلاص اصبحت لقمه اهي، زي كان زي بتتقدم في الاوتيلات في المطاعم سعرها الشيء الفلاني، وليكن اهي زي الفل. ده اللي انا عايز اوصله النهارده. احنا بايدينا نقدر نعمل كل حاجه طالما احنا عايزين نعمل حاجه حلوه اهو، في مطعم، في بيت، ولادك ما يعرفوش الكلام ده. طب احنا، انا عندي طفله بتاخد حته من الرغيف وتسيبه، ارميه؟ بالعكس، يتشال في الثلاجه، في الديب فريزر. عايزين نسخنه. العيش ده تسخينه مختلف شويه غير العيش الفينو. انا كانت والدتي مثلا يعني مثلا السنان خلاص مع العمر، فمش بتاكل العيش المخبوز اللي بقاله اسبوع، فعايزه يبقى طري. نعمل ايه؟ كترش عليه شويه ميه وتسيبه كانه طالع من الفرن، كانه بجد والله العظيم بتكلم بالعنايه، شافته باليقين، العين والسمع زي ما بيقولوا، اليقين تسمع وتشوف. فلازم العيش يتسخن بكده او يبقى طري بالشكل ده. دي المعلومه اللي عايز اقولها علشان نقدر ان احنا نعمل كنترول على كل حاجه. العيش يتقدم بالشكل ده كده، وانا قطعته علشان برضو اللي ياخد لقمه الباقي يتشال. عيني اهي شيلها خالص زي الفل، خليها هنا واشيل دي كمان. حلو، والعيش اهو زي الفل، طريقه مخطئه اهو زي الفل، شكله حتى يفتح النفس. وعيش، مش بقول لك عيش وملح، ايه المشكله لما العيش والملح يتقدم بشكل شيك وحلو؟ ناكل اللي احنا عايزينه والباقي يتشال زي الفل، في كيس يتحط في الثلاجه، يتحط في الديب فريزر. حط كده العيش جنب القرنبيط، اكتملت الحدوته والحكايه والسفره الحلوه. تعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه الخضراء. والمغازي دايما بيقول طبق السلطه الخضراء هو عنوان مطبخك، هو اللوحه الفنيه، هو حجم حبك للمطبخ واسرتك واولادك. هو برهان انك انت داخله المطبخ بمزاج تعملي حاجه حلوه. حلو، ادي العيش كله مع بعضه. تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا. شوف مقاديرها على الشاشه، مقادير سلطه خضراء، مقادير سلطه خضراء بسيطه وسهله، اللي موجود في درج الثلاجه. وانصحك لما تنزلي تشتري الحاجه جيبي على قد افراد الاسره، الخضروات بالذات، سواء خس، طماطم، خيار، على قد استخدامك.
جبت البقدونس وجبت الشبت، جبت الكزبرة، الحاجات دي لها طريقة حفظ لازم تعرفها بتتشال ازاي، ده مهم جدا على فكرة. يا اما تجيبي المقادير على الشاشة، خس وطماطم وخيار، يعني بص انا هقول حاجات ولو مش موجود حاجات من ديت هتبقى زي الفل. خس وطماطم وخيار وجزر، جرجير، كمان بصل، بصل اخضر، فلفل، الخضرة اللي موجودة، بس هي الطريقة نفسها اللي هنقطع بيها والطريقة اللي هنقدم بيها والطريقة اللي هنتبل بيها هي المختلفة. أنا ممكن أعمل على مدار سنة كاملة، سنة كاملة يعني 366 يوم، مش السنة الكاملة 366 يوم ولا 65، 366، أعمل طبق سلطة مختلف وأراهن على ذلك. هو كده نعمة من عند ربنا، حلو؟ وكل يوم هيبقى له طعم مختلف وشكل مختلف، زي ما بقول دايما تفاصيل صغيرة المعنى كبير والطعم جديد. ولكن عايزك تخزني الجرجير ازاي والبقدونس ازاي لما تجيبيه. منديل زي ده كده بيتبل ميه، او بلاش تبل ميه اذا كان الخضار مغسول زي الفل، وتحط الجرجير كده في قلب المنديل اهو. كل يوم هتاكل جرجير طازه اهو في قلب المنديل اهو، طالما الجرجير بغسلاه وزي الفل اهو زي كده اهو اهو. والاستك بتاع الفلوس عارفينه، في كيس كده بيبقى جواه 100 استك، هنجيب الاستك ده ونحطه عليه كده، وتحط الجرجير ده في قلب الثلاجه في الدرج روسيه، يقعد عندك الجرجير والله العظيم بنعمله في البيت عندي بيقعد بالاسبوع، تشيل المنديل من عليه كانك لسه اطفاه وغسلاه اهو. الكلام ده مع البقدونس، الكلام ده مع الشبت، الكلام ده مع الكزبره، الكلام ده مع الكرفس، الكلام ده مع النعناع واحنا شغالين اهو. الكلام ده مع البصل الاخضر، البصل الاخضر مع الاكل دي عايزاها بصراحه يعني اهو. الجرجير يتشال ويتحفظ وزي الفل. حلو كده، حبيت بس انوه على الحاجات ديت بما ان احنا بنعمل طبق سلطه خضراء النهارده في كل انواع الخضار. تعالوا نشوف هنقطع الخضار مع بعض ازاي. مهم جدا تقطيعه الخضار، ومهم جدا مسكتك للسكينه علشان طبق السلطه الخضراء بمثابه لوحه فنيه تعبر وتجمل سفرتك اهو. ادي الجرجير، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الخضار بتاع السلطه مبيبقاش لا كبير قوي ولا صغير قوي، تفاصيله تبقى باينه، وفي نفس الوقت كمان ما ياخدش وقت كبير معايا مع المضغ، ما اقعدش بقى الاقي الطماطميه قد كده والخيار قد كده اكل فيهم ساعه، لا اهو. يعني من الناس اللي بيقعدوا على السفره ما بيقعدوش وقت كبير يعني. حلو، وادي الخس بتاعنا، ممكن خس بلدي، خس الكابوتشا دي تتجاب كده. نعم حاضر. بقول لو جبت خسايه كابوتشايه بشيلها في التلاجة يا شيف بوغازي، اجي اطلعها الاقيها اسودت من بره. حلو، سؤال وجيه جدا، نعتبره اجابه خاصه يعني. حاضر، جبنا خسايه زي دي يا عم الشيف وعايزين نقطع منها حته زي اللي اخدناها دي كده كفايه، والباقي نشيله. نشيله ازاي؟ لان الخسايه دي برضو لها فلوس، لها ثمن يعني. نشيلها ازاي؟ يا اما تلاقيها اسودت من هنا يا من هنا. طب نشيلها ازاي يا شيف؟ بتجيبي محلول حمض اللي هو عباره عن ميه بشويه ليمون، ميه بشويه ليمون، وتحط دي في شويه الميه وشويه الليمون، هتقعد معاك يوم واثنين وثلاثه بلاش ده لو انت هتستخدمها على طول. طب انا عايز اشيلها اسبوع، مفيش نفس الموضوع، منديل تبليه ميه وتلف فيه الخس ده يقعد معاكي فتره طويله بنفس الشكل ده كده او طازه وزي الفل. حلو الكلام، بس حبيت اوضح الحاجه دي. طب انا في حاجه اتسالت عليها على السوشيال ميديا، البتنجان. بتنجان يا مغازي بنجيبه بيسود مننا. انا جبت بتنجانه زي دي كده وعامله للاولاد فطار الصبح طعميه وليكن يعني، وخدت بتنجان حمرته في الزيت زي الشيف المغازي ما قال، وحمرت شويه فلفل وشويه بطاطس علشان الزيت يبقى حاضر لتحضير الطعميه، اعمل ايه؟ حلو قوي السؤال ده، عجبني يعني. البتنجان والفلفل والبطاطس يفضل تحميرهم قبل تحمير الطعميه عشان الطعميه تبقى زي اللي موجوده بناكلها بره، دي الفرق بين بره وبين جوه في تحمير الطعميه. طب هشيل البتنجان ازاي بعد ما اقطعه؟ وليكن خدت جزء زي ده كده مثلا، كده او كده، اشيل ده ازاي؟ قول لي بقى يا عم المغازي اشيل ده ازاي عشان ما يسودش. خد الطريقه دي سهله خالص. هنجيب بوله، الحاجات دي مطلوبه، البوله اهي، بحط في البوله دي شويه ملح واحط على الملح ده شويه ميه. الله عليك يا شيف. بس خلاص. حلو، عايز تشيل بتنجانه اتنين تلاته على حسب، اهي شفت البتنجانه اهي خدت منها قطعه اهي واحطها كده على مسؤوليتي. هنروح من بعد فين؟ على السوشيال ميديا. جربي الوصفه دي والله العظيم هتشيل البتنجانه لمده اسبوع هتلاقيها بيضه وزي الفل اهي.
بس خلاص. شفت الحلاوة؟ سمعتوا كلامي؟ معلومة غير معلومة طول ما أنا شغال، عشان كده الريموت كنترول اللي في إيدك ده يا أختي يا أمي يا خالتي يا عمتي لازم وقت ما تيجي الساعة 1 على القناة الأولى والفضائية المصرية حطيه في أبعد مكان في الغرفة، انسي مكانه خالص لمدة ساعة، عشان كل حاجة ما تفوتكيش معايا. بتنجان ده يتشال كده نفس الطريقة ويتشال كده لتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، تعملها بقى إيه بابا غنوج، تعملها متبل حسب ما أنت حابب. نرجع لطبق السلطة بتاعنا. حلوة قوي، قطعنا الجرجير والخس، ناخد الخيار قطع كده مختلف، دي طريقة. ناخد الخيار نفس الطريقة وتجيب الخيار الصغير، الخيار الناشفة، بلاش الطرية، مش هتلاقي فيها، هتلاقيها مية كده وسفنجة. لما تيجي تخليل الخيار تجيب الخيار الناشف. يعني ايه الناشف يا شيف؟ يعني الخيارة اللي هي صلبة شوية. حلو الكلام؟ زي الفل. ناخد كمان بصل. لا البصل مش هيعدي من تحت ايدي كده، خلي بالك معرفش مقطعهولي ليه، ما انا بحب اقطع البصل. بصل ما ينزلش كده على السلطه، خلي بالك ابدا. تاخد شويه ملح كده، شويه ملح. تعملي طبق سلطه بقى مزاج، شويه سماق. يا ويلي يا ويلي يا شيف. هو ده. ونمسكهم كده فركه. لا الموضوع اختلف. عينك مش هتدمع بعد ما ناكل، مش هنلاقي ريحه بقنا بصل، رشه الملح، رشه السماق. خد الحته اللي جايه بقى، جود يا شيف جود، ما شاء الله خبرتك الطهويه طافوك عملك. شويه نعناع يابس. يعني ايه نعناع يابس؟ يعني نعناع جايين هديه من مطروح، جبناه من اشاره المرور من الراجل الطيب اللي بيبيعه، رحنا على البيت ورقناه نشفناه، تحطه في كوبايه شاي، في اكله محشي مع يالنجي، مع سلطه زي دي كده. الله عليك. تفاصيل، انا لما بقول تفاصيل صغيره بمعنى كبير وطعم جديد، اكيد طبعا في كلام هنا. فضل الطماطم، قطع الطماطميه مكان البصله، مش عايزين فلسفه. تقول لك غير البناء خالص، بالعكس انا قاصد كده. طالما ما قطعتش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك على البلانشه، اقطع اللي انا عايزه طالما بقطع خضار. ولو الخضار ده هيخش النار قطعي برضو مكان الفراخ وعلى مسؤوليتي، طالما هيتحط في النار خلي بالك. انا اللي بقول كده. الشيف لما يكون دارس تغذيه وبيذاكر وما زال يذاكر لاخر نفس من عمره بيتكلم بثقه. ما يقولش انا خلاص بقيت فيلسوف وبقيت انا الشيف لا لا خالص الكلام ده، لا تنك ذاكر واقرا وشوف لغايه لما رب العباد يقول لك تعالى. طماطميه زي الفل. طماطم، انا بحب الطماطم بقى على فكره، وخاصه لو هي بتبقى ما بين الخليط ده بصل وسماق وجرجير، بيبقى الطماطم هنا لها طعم تاني. شوفوا بقى الكبير، الكبير لما يجي في القعدة كله يوسع له. الله، هو ده البصل الأخضر. البصل الأخضر في السلطة بيوديها في مكان تاني وبيرفع مقامها. الله، هو ده. خد البصلية للآخر. ونمسكها كده. طبق السلطة زي ما قال الكتاب، والله هتسيبي كل حاجة، وطبق السلطة ده تكليب المعلقة كده ألف أنا وشافي، خاصة لما أحط عليه فص توم دلوقتي وشوية زيت زيتون وعصرة ليمون، وبألف أنا وشافي. أدي طبق السلطة بتاعي الجميل، أحطه هنا كده ونتبله. عينيا. وأدي فص التوم الحلو. توم نية شيف. يحرق الكوليسترول، يدوب الدم في الشرايين الدقيقة في الجسم، ورشة الملح الحلوة وعصرة الليمون. الله الله. بقول لك على سر أنا بحبه بصراحة، شوية الكمون بقى مع السلطة دي، أنا بحب كده. في البعض ما بيحبش الكمون، بس الكمون مفيد بما إن في أرنبيط وفي بقوليات، طبق فول الصبح الأرنبيط طارد للغازات، وخاصة ما يتحطش لو ما اتحطش في النار. أدي زيت الزيتون نقلبها. وعلمتك النهارده تعملي طبق سلطه ازاي بمزاج، يعني ممكن تكون عامله ديك روما على السفره، ممكن تكون عامله فخده ضاني على السفره، ممكن تكون عامله حله محشي على السفره، عامله كل حاجه وتيجي عند طبق السلطه
يهزمك على السفر. يعني ايه يا شيف؟ في تفاصيل كتيرة بقى ومش متقطعة كويس، وبذر الطماطم وبذر البتنجان والخس مش مغسول، والجرجير واحدة صفرة وواحدة بيضة، والجو اللي احنا بنشوفه في الأطباق عناية. انا عارفتك فرحان بيها. حلو الكلام. اه معانا مخرج بقى بيحب الصورة الحلوة ويحب الأشكال الحلوة ويحب الألوان الحلوة، عشان كده اهو شفت والبصلاية هنا معالمها وتفاصيلها في قلب الخضار حاجة تانية. تتكلم مصر. اه نغرف طبق السلطة ده كده، تعالوا نغرفه مع بعض سريعا. برضو طريقة الغرف مختلفة. اهو سيرفيس زي ده كده بسرعة. لازم تعملي سفرتك تبقى سفرة كاملة. أم علي حاضر يا غالي يا محترم، والله أنت ابن حلال ابن حلال. هي لونها اتغير شوية بس معلش ما تجيبهاش على الشاشة. إيه الحلاوة دي يا شيف؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أم علي. لا يا باشا، ده مالي الحلال ربك بيبارك فيه. أنا بنهزر يا باشا. ابن حلال. أم علي أم علي. الزبيب اتحمر شوية. عادي انا بحبه كده. ايه الحلاوه دي؟ ام علي تتكلم مصري. زي الفل وسخنه. طبق السلطه بتاعي اغرفه بسرعه عشان مخرجنا ما يزعلش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا السفره بتاعت النهارده زي الفل، فيها كل حاجه، فيها العناصر الغذائيه للصغير والكبير، للأطفال الحلوين، لكبار السن، أهو للي بيعمل دايت ياكل زي ما هو عايز. ولكن المعلومات اللي قلتها والتفاصيل اللي قلتها دي أهم حاجة. مطبخنا على شاشة القناة الأولى، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني رؤية، يعني فن، يا إبداع. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.